Stafford, bye. Hello everyone and welcome back to our channel. Today I'm going to try something new. اليوم نخوض غادي نجربوا هاد الماركرز ونرسموا بهم شي حاجة زوينة. So يلا نبداو. وقبل ما نستعملهم غادي ندير لهم انبوكسين. It up with some fun though, then pack it in. I hope that there's no runoff, but I'm not worried cause I just got some more runs left. And I've been feeding off the gas and all the blunt love. Close the windows and stop feeling all the puff puff. And I've been grinding like it. وهنا الخوت عندنا 60 ماركر بمختلف الالوان. The world might be the underworld, but I don't care. Maybe I'ma see you there. But baby girl, stay clear. And I'm gonna need you to be here. وغادي نلبسوا الجلوف ارت باش ما نوسخوش الاوراق. غادي نرسموا الخوت بواحد ستيل ديال واحد الفنان اللي كيتسمى غواكس ارت اللي عنده واحد ستيل زوين بزاف. ومن بعد ما سالينا سكيتشين غادي ندوزو للكولورين. ودابا الخوت تبارك علينا غادي نمشيو حتى الغدا اللي هو اليوم ونكملوا الرسم. الطريقه ديال الدمج ما بين الالوان بهذا الماركرز كتجي زوينه بزاف. ودابا غادي نتراسيو هاد الرسمة بالقلم الأسود باش تجي هي هاديك. ولكن قبل من هادشي جاتني واحد الفكرة، هي أنني غادي نصاوب موبايل فون سلايدر. فهاد البلاصة فاش غادي نصاوبوه، ولكن قبل غادي نديرها بحال هكا. هاد السلايدر الخوت كيخليك انك تصور باريحيه وكيصور اوتوماتيك. المهم الخوت غادي نوريكم كيفاش تصاوبوه
هاد السلايدر كيخليك تصور بطريقة احترافية وبكل أريحية وكيعطيك فيديوهات سينيماتيك. إلى عجبكم غادي تلقاو واحد الفيديو في صندوق الوصف كيفاش تصوبوه من الأول حتى الأخر. Life slowed down, but it ain't stopped. Riot, if you've had enough. Blame the man, he's got too much. Blame your hand when it comes to love. Life slowed down, but it ain't stopped. Riot, if you've had enough. Blame the man, he's got too much. دابا الخوت كنصور بداك السلايدر اللي عاد صوبنا. Come and dance with me, I'm on a winning streak. You'll be my crown, you see. I like your energy. What up and smoke me, let's reach synergy. Keep your pills, I lose my will. Outside's burning, but I'm still a junkie for you. A junkie for you. ودابا غادي ندخل الانستغرام باش ناخد شي تصويره اللي غادي نرسمها بهاد الستيل اللي عاد خدمنا به دابا. فما تنساوش ديروا لنا فولو في الانستغرام وربما غادي نرسمكم حتى نتوما شي نهار. ودابا الخوت غادي نشوفوا هاد الرسومات كيطلعوا. نتمنى ما يعجبكم وما تنساوش تدعمونا بالاعجاب والاشتراك ديالكم في القناه. If you've had enough, blame the man, he's got too much. Blame your hand when it comes to love. Oh, come and dance with me. هاد الرسمة الخوت صوبتها خصيصا لكم غادي ندير لها giveaway. ما عليكم ان تخليو واحد تعليق تحت هاد الفيديو كيف ما كان ونشوفكم في الفيديو الجاي.